لسه بتحبها؟ الحقيقة أبقى من ميت يا سجلال. انت تعرفي ايه عن الموت؟ اعرف كتير. طب ده انا برجع من القرفة كل مرة نفسي مفتوحة لكل حاجة في الدنيا. معلوم من صاحبة واجب مع الاموات، ازورهم واري عليهم وافرق الرحمة، باخد معايا فطير وشريك وبلح. في ناس كتير الموت بالنسبة لهم يا دوبك شريك وبلح.